هنا بأعالي قنطرة بوعنق القلعة بولاية جيجل، اختار شهاب صاحب 16 ربيعاً رفقة ثلة من رفقائه إطلاق العنان لشغفهم بعالم السينما وتجسيد فكرة فيلم قصير بعنوان شهيد الوطن، إحياء لذكرى 61 لعيد النصر. كان عندي شغف للتمثيل، وإحنا الفرقة نتاعنا تحب التمثيل بزاف، وين جاتني الفكرة نتاع الفيلم الطوري قررنا نعودوا نخدموا أفلام طورية باه نحيوا المناسبات الوطنية والرسالة اللي بغينا نوصلوها من خلال هذا الفيلم، نذكروا الشباب بالتاريخ نتاعهم جيل وراء جيل باه ما ينساوش التاريخ نتاع الجزائر والتضحيات اللي قدمها المجاهدين من أجل تحرير الوطن. بهاتف النقال وجهاز حاسوب منزلي فقط يرفع هؤلاء الشباب التحدي لتجسيد فكرتهم باستعمال أبسط الوسائل. نخدم الكرتون ملصق بالبيستولي، التخطيط نتاعو درت له بحث في جوجل، لقيت التخطيط نتاعو وركبته من هذا الجيلي تاني كيف كيف من الكرتون، وكان هذه تاني حنا بخلاف منا كانوا مخدومين بالكرتون. علي يمكن ما نجهدوش حنا الشبان، الجزائر ما رايحاش تستقل. شهاب وأصدقاؤه مثال حي عن شباب جزائري طموح متشبع بقيم الوطنية يتسلح بالإرادة والشغف لتحقيق أهدافه رغم الصعاب.